بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة الساعة للهندسة الكهربائية، معكم أخوكم مهندس محمد الشملي. إن شاء الله زي ما وعدناكم النهاردة هناخد الفيديو بتاعنا هو عن الدريتنج فاكتور. قبل كده احنا خدنا الدريتنج فاكتور في الأمثلة بتاعتنا في الفيديوهات السابقة، سواء كانت حسابات الفولتج دروب أو حسابات الشورت سيركت أو الساعة التيارية للكابل، في حسابات مقطع، في حسابات القواطع الكهربية، وكنا بنفرض قيمة اللي بتستخدمها جميع الشركات أو جميع المكاتب الاستشارية، وكانت هي 0.8 من 10. النهاردة هنحسب الدريتنج فاكتور اللي المفروض جميع المكاتب اللي تستخدمه الفعل الحسابات الدقيقة ليه. طبعا ايه هو اول حاجة عايزين نعرفها، ايه هو الدريتنج فاكتور؟ الدريتنج فاكتور ده اخواني هو عامل تصحيح الساعة الامبيرية للكابل، هو عامل تصحيح الساعة الامبيرية. ايه معنى الكلام ده؟ اي ان الساعة ان الكابل جميع الشركات المنتجة للكابلات اللي بتضع الكتالوجات المصنعة الكتالوجات اللي بيتم اختيار الكابل على اساسها، بتتم هذه الكتالوجات على اساس ظروف معينة. من ضمن هذه الظروف مثلا الوسط درجة حرارة الوسط المحيط، وغير كده هل الكابل ده موجود مفرد لوحده أم بجواره كابل آخر متجاور. جميع الكتالوجات المصممة بيكون إن يكون الكابل وحيدا منفردا، مفيش أي كابل آخر متجاور. الحالة الثانية إن درجة الحرارة أغلبية الكتالوجات المستخدمة بيستخدم درجة حرارة إن يكون درجة حرارة الوسط المحيط 25 درجة وما بيتزيدش عن 40 درجة مئوية. طب ايه السؤال اللي احنا عندنا هنا؟ طب ايه لو اتغيرت الظروف اللي صممت على اساسها الكتالوجات دي، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة هنشوف العوامل اللي بيتأثر عليها درجة العوامل اللي بيتأثر عليها الكابلات دي او قيمة التيارات في المعامل في الدريتنج فاكتور. بقى من ضمن العوامل اول حاجة هي عامل درجة حرارة الوسط المحيط. طب درجة حرارة الوسط المحيط هيتقسم عندنا الى قسمين، اذا كان الوسط المحيط بتاعنا كان اللي هو الهواء، يعني الكابل ممدود مباشرة في الهواء او مدفون في الارض، جراوند درجه حراره الجراوند تمبريتشر او الاير تمبريتشر، والكلام ده هتلاقيه في الجداول في جميع الكتالوجات للشركات المصنعه. واحنا على سبيل المثال زي ما احنا خدنا في الفيديوهات السابقه بنستخدم شركه السويدي للكابلات، وهي تعتبر من افضل الشركات المنتجه للكابلات داخل جمهوريه مصر العربيه. فعندنا هترجع انت لكتالوجات السويدي هتلقى مثلا هتلقى الاير تمبريتشر اللي درجه حراره الوسط في الهواء، هتلقى علاقه بين درجه الحراره ونوع العزل، سواء كان العزل بي في سي، واحنا المعلوم عندنا ان البي في سي بيستحمل لحد 70 درجه مئويه، وان كان العزل الاكس ال بي اي، ومن المعروف ان برضو عزل الاكس ال بي اي بيستحمل حتى 90 درجه مئويه. وهتلقى معامل الدريتنج فاكتور مقارنه نسبه بدرجه الحراره. فلو كانت مثلا عندنا مثال لو درجة حرارة 15 هيكون الدريتنج فاكتور في حالة البي في سي 1.21 والاكس ال بي 1.15 وهكذا باقي قيم الجدول المعطى. طب لو احنا عندنا كان الوسط المحيط اختلف وهو جراوند تمبريتشر اللي هو او مدفون الكابل كان مدفون في الارض، هيكون هتلقى علاقه بين درجه الحراره برضو في نفس الوقت العازل سواء كان بي في سي او الاكس ال بي، وتلقى العلاقه بين درجات الحراره من 15 لحد 50، هتلقى الكلام ده في الجدول ونوع العزل، وبيديك المعامل الفاكتور. طبعا كل ده اخواني احنا ان شاء الله هناخد مثال بعد في اخر الفيديو هيوضح ازاي نجيب تصحيح الكابل باستخدام هذه العوامل بالرجوع للشركات الكتالوجات للشركات المصنعه للكابلات. طيب ايه العامل الثاني اللي احنا بيأثر معانا في الشركات دي؟ ارجو كل المتابعين لو انت حابب او حابب تنقل الجدول ده ممكن تنقله، والاسهل لك انك ترجع للكتالوجات بتاعت الشركه المصنعه الكتالوجات السويدي، ده متوفر عندنا كلنا سواء عن طريق النت تقدر تنزله او اي صديق او اي حد تقدر تستعين بيه وتجيب الشركات يكون افضل، وتتعلم ازاي تستخرج هذه القيم سواء كان ساعه امبيريه او سواء كان دريتنج فاكتور. طب ده العامل الاول. العامل الثاني هو عمق الدفء. لو الكابل ده كان مدفون في الارض انا عايز اعرف عمق الدفء المسافه المدفون فيها قد ايه. هتلقى برضه لما ترجع للشركات المصممه تاني هتلقى عمق الدفء ليه تاثير كبير ايضا في الساعه التياريه للكابل المار عندنا. يعني اول عامل كان درجه الحراره،
العامل الثاني هيكون معانا عمق الدفت. رقم اثنين هيكون معانا عمق الدفت. برضو لما ترجع للجداول هتلقى علاقة موجودة في الجداول بين الديب الديبس هتبقى كده بالديبس بيريال، وهتلقى مثلا هتلقى من نص متر لحد تقريبا 3 متر، وهتلقى علاقة بين عمق الدفن هتلقى الكابل أصغر من 185 ملي وأكبر من 185 ملي. ايه معنى الكلام ده؟ ان نص لما يكون الكابل على بعد نص متر من سطح الارض، وهتلقى الجدول بعمودين زي ما انت شايف كده، اصغر لو الكابل اصغر من 85 ملي المعامل الدريتنج فاكتور قيمته كذا، ولو اكبر من 85 ملي لكل الكابلات معامل الدريتنج فاكتور يقل كذا. يبقى اذا احنا تاني عندنا عامل من العوامل بتاثر بيها عمق الدفن. طب العامل الثالث هيكون معانا ايه؟ العامل الثالث اللي هيكون معانا هو عدد الكابلات المتجاوله. اذا كان الكابل كان معلق في الهواء عن طريق صواني معلقه، او كان مدفون في الكابل. طب الجداول اللي احنا بتستخدم هتلقى برضو جدول زي ده، زي اللي انت شايف حضرتك ده. لما ترجع للكتالوجات المصممه هتلقى جدول زي ده بالظبط. هتلقى نمبر اوف سيركت يعني عدد الدوائر الكهربائيه او عدد الكابلات، وهتلقى برضو في العمود ترفويل فورميشن والفلات فورميشن. ايه معنى ترفويل فورميشن؟ يعني الكابل اللي ممدود في الارض سواء كان في الارض معلق، هل هو ترفويل اللي هو بالشكل كده؟ ده اخواني الشكل الهرم ده يسمى الترفويل، او الكابلات متجاورة جنب بعض بالشكل ده، وده يسمى الفلات. يعني الشكل بالفلات الطريقة السطحية كده فلات، الكابلات متجاورة بعضها. يبقى احنا فهمنا ايه الترفويل وايه الفلات. التاني حاجة لو الكابلات تاتشنج ملامسة لبعض، هل الكابلات دي ملامسة لبعض زي كده، او الكابلات في مسافة بينهم؟ طب المسافة اللي بتحط كام؟ هتلقى مسافتين، ودي معظم كابلات شركة كابلات بتبقى فيها، اللي هي 15 من 100 15 سنتي او 30 سنتي، وعلى اساسها بتطلع قيم. طبعا هنا عدد الدوائر اللي هي الانهار بتكون مثلا 2 3 4، هل يعني عدد الدوائر دي عدد الكابلات؟ كابلين، 3 كابلات، 4 كابلات، وهكذا. يبقى احنا عندنا 3 عوامل رئيسية اللي هي درجة الحرارة، العامل الثاني هو عمق الدفن، العامل الثالث عدد تجاور الكابلات اللي بتأثر. طب احنا عشان نفهم الكلام ده نعمل ايه؟ احنا هناخد عندنا مثال توضيحي ازاي نستخدم الدريتنج فاكتور في ايجاد السعة التيارية الكاملة. طب عندنا مثال احنا عملناه من عندنا. مثال هو لو عندك كابل مثلا كابل 300 ملي امبير، الكابل ده مدفون في الارض، مدفون في الارض على عمق، هنا اخترنا العمق 1 متر، ودرجة حرارة، درجة حرارة الوسط 40 درجة مئوية، درجة حرارة الوسط كانت 40 درجة مئوية. عايزين نوجد ايه هو السعة العامل السعة التيار السعة التيارية الصعبة بعد استخدام معاملات الدفن للكابل. طب احنا لو نظرنا للكتالوجات المصنعة للشركة في الظروف العادية هنلاقي ان الكابل 300 امبير بيستحمل، الكابل 300 ملي هيستحمل تيار قيمته 521 امبير. طب تعالى نشوف بالظروف دي، هنا اختلفت الظروف هيستخدم كام. اول حاجه هنجيب معامل الدفن بالنسبه لدرجه الحراره. لما نرجع للجداول اللي احنا خدناه هنلاقي ان درجه الحراره 40 والعزل كان ونوع العزل كان بي في سي، هنلاقي مقابل ال 40.77. يبقى الدريتنج فاكتور، الدريتنج فاكتور هيساوي كام؟ 0.77. طيب ايه تاني احنا عندنا معلومات في المثال ده؟ هو الكابل
على عمق 1 متر. طب العمق 1 متر من جداول من كتالوجات شركات السويدي قال لك العمق 1 متر والكابل اكبر من 585 عندنا كابل 300 بيساوي كام؟ بيساوي 0.94. طب ايه المعامل الثالث اللي هو عدد تجاور الكابلات؟ الكابل اللي في المثال عندنا كان بجوار كابلين اخرين. هنشوف برضه هنرجع للجدول اللي في الشركات السويدي لما يكون طبعا احنا عندنا كابلين والكابل الاساسي بتاعنا 3 كابلات هنستخرج برضه المعامل هيطلع عندنا 0.7. طيب المعامل ده كله لبعض الضرب هيطلع 0.5066. طب نجيب التيار الحقيقي اللي بيمر الاصبح كامل 521 هنقول الساعة التيارية للكابل الاي ريتد الجديد هيساوي المعامل اللي احنا طلعناه 0.5066 ضرب التيار قيمة التيار اللي احنا مستخرجينها في الظروف العادية 521. قيمة جديدة للكابل هتصبح كام؟ 263.968 امبير. طبعا نلاحظ ان في اختلاف كبير لما الظروف عندنا اختلفت ان التيار ان الكابل بعد ما كان بيستحمل 521 امبير هيستحمل 263 امبير فقط وطبعا دي قيمه كبيره جدا. اذا الكابل تاثر بالظروف المحيطه تاثر كبير جدا وده ما يدل الا على اهميه حسابات الريتنج فاكتور في ايجاد التيارات في سعه التيارات المره في الكابلات. في نهايه الفيديو ارجو من الله عز وجل ان يكون الفيديو انال اعجابكم، ولو ما كنت لو عجبك الفيديو حضرتك ممكن تدوس لايك للقناه وتعمل شير عشان انت تستفاد وغيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.